صوت فلسطين يقدم جولة مع الشرطة، برنامج إذاعي يعده ويقدمه إدارة العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة الشرطة الفلسطينية، برنامج يستعرض وإياكم أنشطة وإنجازات الشرطة في كافة محافظات الوطن ويناقش قضايا ومواضيع تهم المواطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، أنتم شركاء في فرض الأمن والقانون. يعده ويقدمه وليد سليم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين أينما تواجدتم على أرض الوطن الحبيب في المخيمات والشتات، أجمل التحيات نبركها لكم من الشرطة الفلسطينية في حلقة جديدة من برنامج جولة مع الشرطة. هذا البرنامج يأتيكم بإشراف العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية وعبر أثير صوت فلسطين، نناقش أهم القضايا والأنشطة للشرطة من مختلف المحافظة. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، فكونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، أجمل تحية لكم من الشرطة الفلسطينية. نحن معكم عبر أثير صوت فلسطين وفي برنامج جولة مع الشرطة، نناقش أهم الأنشطة والقضايا للشرطة من مختلف المحافظات. نبدأ جولتنا لهذا الأسبوع من محافظة القدس، ومعنا من هناك العقيد عاهد حسين مدير فرع العلاقات العامة والإعلام في شرطة ضواحي القدس، ولمناقشة أهم القضايا واطلاعنا عليها من قبل العقيد عاهد. الشرطة ألقت القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال بقيمة نصف مليون شيكل في ضواحي القدس. أيضا هناك المزيد من النشاط للشرطة الفلسطينية في المناطق المسيطر عليها من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية هناك. مساء الخير لك عقيد عاهد. مساء الخير رائد وليد، مساء الخير للمستمعين الأعزاء. أهلا بك. نبدأ بإلقاء القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال بقيمة نصف مليون شيكل في ضواحي القدس، وأيضا ما هو الجديد لديكم هناك؟ تفضل. نعم زميلي وليد، يعني حقيقة كان من أبرز الإنجازات في شرطة ضواحي القدس للأسبوع وهو يعني إلقاء القبض على شخص فار من وجه العدالة، صادر بحقه أوامر حبس بتهم النصب والاحتيال وعدم دفع مستحقات وديون لمواطنين في محافظات مختلفة وليس فقط ضواحي القدس، وبلغت بالفعل قيمتها ما يقارب نصف مليون شيكل. القضية بدأت عندما تقدم مواطن بشكوى للنيابة العامة وأحيلت لشرطة ضواحي القدس، مفادها بأن المواطن اشترى شقة من شخص في أبو ديس بقيمة 45 ألف دينار أردني، وعندما أراد أو توجه للمؤسسات الرسمية لتسجيلها حسب الأصول تبين بأن الشقة التي اشتراها تم بيعها سابقا مرتين لأشخاص آخرين، وهنا استوعب بأنه وقع ضحية نصب واحتيال. وبعد عمليات البحث والتحري من قبل مركز شرطة جنوب شرق القدس تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم،
وتبين بأنه من ذوي السوابق الجنائية أيضا هو فار من وجه العدالة، صادر بحقه عدة أوامر حبس غيابيا لعدم دفع ديون ومستحقات كما أسلفت لمواطنين في محافظات أخرى قيمتها نصف مليون شيكل. نعم، من إلقاء القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال بقيمة نصف مليون شيكل في ضواحي القدس، أيضا هنالك حملة أمنية تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية، ما طبيعة هذه الحملة؟ يعني حقيقة زميلي وليد الخبر جاري صياغته ونشره وفقا للأصول على موقع الشرطة الفلسطينية، لا أريد الخوض في هذا الإنجاز لأنه سيتم نشره لاحقا وسنطلعكم، هو إنجاز يعني عظيم. 5 أشخاص من ذوي السوابق فارين وجه العدالة، أحكام غيابية، وإنجاز إن شاء الله سنطلعكم بالتفاصيل الأسبوع القادم على هذا الإنجاز، لكن أريد أن أشير إلى إنجاز آخر لشرطة المباحث، وهو يعني القبض على شخص قام بتهديد فتاة وابتزازها ماليا بعد أن تعرف على الفتاة من خلال تطبيق الواتساب، حاول إيهام الفتاة بأنه يرغب الزواج منها و يعني الزواج من هذه الفتاة، وطلب منها صور شخصية. عندما أرسلت له الصور هددها بنشر هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإن لم تدفع له مبلغ مالي وسلسلة ذهبية كانت بحوزتها، بعد إجراءات البحث والتحري من قبل قسم الجرائم الإلكترونية بالمباحث في ضواحي القدس تمكنت الشرطة من تحديد هوية هذا الشخص المتهم وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته 3 أجهزة خلوية استخدمها بجريمة التهديد والابتزاز، وتبين أيضا بالفحص لدى الشرطة القضائية بأن هذا الشخص فار من وجه العدالة وصادر بحقه 2 حبس غيابي مدتها 6 سنوات مع الأشغال الشاقة. أيضا عقيد عاهد، دعنا نقف قليلا عند هذا الموضوع، الابتزاز الإلكتروني، رسالتكم إلى المستمعين والمواطنين بشكل عام حول كيفية الوقاية من الوقوع مع هؤلاء الأشخاص حتى لا يتعرضوا أيضا للابتزاز الإلكتروني وإلى ما لا يحمد عقباه، ماذا تقولون للسادة المستمعين بهذا الخصوص؟ يعني حقيقة زميلي وليد هذا موضوع للأسف تكرر، وتعلم بأنه بالشرطة الفلسطينية سجلت قضايا عديدة من هذا القبيل، يعني نناشد دائما خواتنا الفتيات عدم تصديق أي شخص، يعني العلاقة وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي، العلاقات في كثير من الأحيان تكون يعني غير دقيقة غير حقيقية، أشخاص ينتحلون أحيانا صفة شخص محترم وصفة أو فتاة وهو بالعكس يكون شاب، عدم يعني التعاطي مع طلبات الأشخاص بتزويد صور شخصية وخاصة أو في وضع خاص للفتاة، بكل الأحوال عدم نشر الصور وعدم تقديمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه هي عندما تنشر أو ترسل لشخص الشخص يتوقع بأن هذه الصورة هي وصلت لشخص واحد كما يتصور، لكن هي حقيقة أي شخص لاحقا بإمكانه يتوصل لهذه الصور، وهي متى نشرت للشخص هي الآخرين يشاهدونها، حتى شركات التواصل الاجتماعي كلها يعني مراقبة وكلها يعني حقيقة قد يكون يوما ما تسريب هذه الصور. نناشد حقيقة عدم التعاطي مع أي شخص وهمي أو التعارف أو أنه تكون علاقات جدية وهمية بالزواج وكذا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. كثير من القضايا اللي سجلتها الشرطة الفلسطينية ووقع يعني كثير من الفتيات ضحايا للابتزاز والتهديد بنشر، ويعني أوقعوهم بمشاكل هم بغنى عنهم. نعم، كل الشكر والتقدير لكم العقيد عاهد حساين مدير فرع العلاقات العامة والإعلام في شرطة ضواحي القدس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. شكرا لكم والأمن والسلامة للجميع.